بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بضيفي العراق العزيزين الكبيرين جلالة الملك عبد الله الثاني وكذلك فخامة الرئيس السيسي في بغداد مدينة السلام. نحن سعداء بكون في بغداد حقيقة. هذه الزيارة لها رسالة مهمة إلى شعوبنا، نحن متعاضدين متكاملين من أجل العمل لخدمة شعوبنا وشعوب المنطقة. هذه الزيارة رقم 3 عقدناها اليوم في وقت وانعطافة تاريخية خطيرة تمر بها المنطقة وتمر بها كل دول العالم، بالخصوص مع تحديات وباء كورونا. لا يخفى على أحد على أن أهم التحديات نواجهها اليوم في منطقتنا هي جائحة كورونا، مرور الظروف الاقتصادية الصعبة، التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وبالخصوص العراق مر بهذه التجربة القاسية. والحمد لله شكر نجحنا في القضاء على هذه الجماعات بالرغم من وجود بعض الجيوب الصغيرة لهؤلاء الخوارج، خوارج العصر. علينا العمل والتنسيق بين الدول الثلاث لقبول هذه التحديات والعمل على تبديلها من أجل خدمة شعوبنا وخدمة دول المنطقة. وهذا العمل يحتاج إلى ترصين وتوحيد المواقف لكي نعمل على مسار التنمية وتطوير المنطقة وشعوبها. نريد الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة عن طريق التواصل الجغرافي بين الدول الثلاث فيما يخص المجالات الاقتصادية، وكذلك من أجل خدمة الجانب الاجتماعي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. اتفقنا في السابق على مواصلة التنسيق في بعض الملفات الإقليمية الرئيسية كالملف السوري والليبي وكذلك اليمن وفلسطين. نبلور تصور مشترك تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق لكي نساعد إخواننا في هذه البلدان على عبور هذه التحديات. ركزنا على الاستثمار والتعاون الاقتصادي في الماضي واتفقنا على رؤية مشتركة، نجحنا في وصول التصورات. الآن نحن في مرحلة الوصول إلى الجانب التنفيذي لتنفيذ هذه المشاريع في مجال الربط الكهربائي، الزراعة، النقل وكذلك الأمن الغذائي اللي طرح جلالة الملك عبد الله في الاجتماع الماضي، وكذلك العلاقات المالية والمصرفية وتطوير آلية والبنى التحتية لهذه العلاقات، وكذلك العمل على النقل البحري وكذلك قطاع الأعمار والإسكان. هناك عديد من المذكرات، مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها في الماضي بين الدول الثلاث، وهناك مذكرات واتفاقيات إن شاء الله نوقع عليها في المستقبل القريب. نعمل على إقامة سكرتارية دائمة لتنسيق العمل بين الدول الثلاث والعمل على تطوير ومتابعة ما نتفق عليه. كذلك نعمل على تطوير التنسيق في المجال الأمني والاستخباري وخصوصا فيما يتعلق مواجهة الإرهاب وتمويله. هناك أيضا التنسيق في مجال التعليم والثقافة وفي مجالات الشباب والرياضة والفنون وكذلك في المجال الصحي. نحن حريصين على استمرار هذا العمل وتطوير هذه العلاقات من أجل بناء المشتركات التي تخدم الجميع. نحاول بالورد آلية للتعاون الثلاثي وكذلك نسخر كل الجهود والإمكانيات لكي نحافظ على هذا التعاون. وكذلك رحب ترحيب كبير بالضيفين العزيزين الأخوين الملك عبد الله الثاني وكذلك فخامة الرئيس السيسي في بلدهما الثانية العراق، وتمنياتي للشعب الشقيق في المملكة الأردنية الهاشمية والشعب المصري كل التوفيق والأمن والاستقرار والرخاء. أرحب بكم مرة ثانية وشكرا لمجيئكم.